إننا أيها الإخوة لا نقاتل فرداً، لا نقاتل أفراداً، لا نقاتل شخصاً مجنوناً يريد أن يحكم. إن حقيقة القتال هي قتال ضد مشروع صليبي صهيوني ماسوني خبيث يدبر لهذه الأمة. وليبيا وبقية الدول التي تتعرض للمؤامرة من دول الإسلام والدول الإسلامية جميعها تتعرض لحرب من قبل أصحاب أجندة مشروع عالمي. دعوكم من الخونة في كل بلد، هؤلاء لا يسوون شيئا، هم خونة كخونة في بقية حقب التاريخ، سيسقطون وسيرمون في مزبلة التاريخ، وستبصق عليهم الأجيال وعلى تاريخ الأسود المشهور.